السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ميكس جريه، يعني مشويات. مش هعمل حاجة غير ان انا اشوي. انا تعبت طول الاسبوع وقلت بقى اريح نفسي اعمل اي حاجة كده هايفة شوية. هنعمل وقت الحلقة ما تيجي هنطلع اكل، يعني ممكن ان شاء الله ربنا يعيننا ونعمل طبق 2 3 4 5 2 7، ممكن نعمل 7 اطباق. ازاي ما اعرفش. عايزين نعمل شغل حلو. وانا العنصر الاساسي عندي هنا في الليله دي كلها، الهضبه دي كلها، التتبيله. ازاي نعمل الكفته وما تفكش؟ ازاي نتبل اللحوم بتاعتنا؟ كل دوت كلام يعني ما مش زي ما انتم متخيلين يعني. وهعمل شويه رز خلطه ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. هقول لكم التوابل اللي انا هتبل بيها كل الميكس جريه. عباره عن ايه؟ كفته وطرب وكبده وفراخ وكباب ولحمه مفرومه اللي هي المناديل للطرب. البهارات بتاعتي عباره عن كمون كمون وبهارات مشكله، ملح وفلفل وزعتر ناشف وفريش، زنجبيل بودر، حبهان، بصل مبشور، لحمه مكعبات، سجق، فراخ، كبده تاني، خل، جوز الطيب، مستارده، بهارات مشويات، وعندي كزبره ناشفه وبابريكا وسكر، خلي بالكم من السكر، وليمون او ليمي او معرفش اسمها ايه دي، زبادي، طماطم مبشوره، فلفل حار، فلفل الوان، بصل، زنجبيل، صويا صوص، بابريكا، باربيكيو صوص، زيت زيتون. مش عايزين نديه باربيكيو صوص ومش عارف الحاجات دي كلها في ايديك، مش 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 حدوته. هنجيب نعمل شويه خلطه مع بعض، قوام قوام زي السيما كده. هنتبل بيها ايه الشغل بتاعنا. احنا ادي الطماطم بتاعتي اهو كده، وانا عندي طماطم اصلا كده كده. اجيب الخلاط الكبير ده شويه عشان نشيل معايا الليله. صل على النبي. ادي زعتر. زي ما انه مش كل التوابل دي عندي شغاله. السكر اهم حاجه عندي، خلي بالكم. ودلوقتي المخرج هيقول لي ليه وهقول له ليه. خلي حبه الكبده، وهي الكبده كله هيتبل بنفس التتبيله. شويه صوص باربيكيو. ادي صويا صوص. ادي بقى كل حاجه هنا. يلا زي بعض عشان ما اقصرش. اهو. طيب يبقى احنا كده نشيل كل الفوارغ دي. اهو نصلي على الحبيب. ادي المسترده. مين يا فندم؟ يا رؤيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ست رؤيا. وحشتنا جدا يا شيخ. صباح الهنا على عونك يا بنتي. اموريني يا بابا. جدا جدا جدا، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه يا ست العرايس، وانت طيبه يا حبيبتي. ربنا يخليك. واموريني يا قلبي. رؤيا طلباتك يا حبيبتي. طيب كده هنا فلفل اسود وملح اهو، اهم حاجه زيت الزيتون. مين نعم يا فندم. حاضر يا فندم. ست ناديه شويه ليمون، شويه خل، قرنين فلفل حرقين. ايه في الهوا انت، هو اللي بترغي عندك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي. طيب كده هناخد الطماطم دي، عليها شغل حدانا ياما.
شفتوا الجمال ده كله؟ نقول هنا ايه تاني؟ الاساسي عندي هنا توم باودر، بصل باودر، جنزبيل باودر، بهارات لحمه، كمون، كزبره، زيت زيتون، ليمون، خل، طماطم، ملح، فلفل، السبع بهارات، فلفل حراق، بابريكا، مستردة، شوية زبادي اهو. كل الجمال ده كله، اهم حاجة عندي السكر، وربنا يكفينا شر السكر. صبح على عم حمامة اللي صبح علينا الصبح كده وادانا كام دعوة حلوين. احنا بنمشي بدعواتكم لينا. بقول على عم الحاج حمامة صباح الهنا على عيونك انت واسامة ابنك، احلى كان احلى صباح النهارده لما صبحتوا علينا، صباحكم زي العسل، صباحكم زي الفل. طب يا جماعه بتقول اكسسوار، فين بقى المكنه بتاع ده؟ اعمل بايه ده بقى بعد ما عملنا كده؟ حد يحضرنا؟ فين المكنه بتاع دي؟ طيب المنديل ده الطرب هيجي تخين من عند الجزار، انا ارقه عشان يقول رق الحبيب، انا ارقه عشان الفه. قال لي انت الحلقه هتقضيها كلام ولا طبيخ؟ طبعا المخرج يقول اللي هو عايز يقوله وانا مش هتكلم. يا فين يا ابن البتاع بتاع ده؟ هات يا ابني تعالى، هات ايدك، هات هات هات. شكرا يا استاذ ابراهيم. اهو واحنا مالنا مال الدبكه دي كلها؟ مالنا مال الدبكه دي كلها؟ لزق لازقنا كده في بعضيها ليه؟ المخرج ناوي يعذبنا على الصبح. خالص عزائي لزميلنا الجميل اخونا ايمن بديوي، بقول له البقاء لله وشد حيلك في وفاة والده، ربنا يرحمه والف رحمة تنزل عليه والبقاء لله. زميلنا ايمن بديوي كده بفرد الطرب بتاعي. المخرج مش عارف ينام، معلش. حاضر يا فندم، اصيل والله يا حبيبي. مش ناوي تعمل زرع شعر؟ بنبت يعني، ماشي. كفاية خليه كده، هنرجع له تاني، ما تخافوش احنا هنفتح الرابع. قوم بقى ايه، ادي الماشين بتاعنا. وقال له ايه، فكر الحلو بيا، بعد بتسنكح عليا. طيب دي التتبيله دي
هتغذيني في كل حاجة. اهي حاضر. الريحة الله أكبر، الريحة الله أكبر. عامل لك سندوتش؟ والله يا عم شريف لو ضوقتها هتحول. التتبيله دي حكايه. طيب نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه للتشيكن بتاعتي، زي ما قلت لحضراتكم العنصر الاساسي عندي التتبيله. نلبس بقى الكلابز. صلي على رسول الله. نعم. عايز فاصل؟ اتضايق ازاي انا فرحان؟ طبعا فسحه. اخد السندوتشات اللي في الجلابيه. حبه بس ارمي لك بس حبه الفراخ. وبعد كده نفصل كل اللي انت عايزه كده. حبه من دول، ايوه، والحبه دول والحبه دول. طيب والنبي هتترقصنا على الهواء وتبقى ليلتك مش معديه. استرها يا رب معانا لاجل النبي. نجيب لي دي ميه كده، بلاش دي عشان هتوسخ. خليها زيت احسن عشان ايه؟ ايوه زي ما انت قلت كده. هتولع دلوقتي، خلي بالك. طبعا اهو. اذكر الله وصلي على الحبيب. نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عايزة تعملي فراخ بعضمها؟ اعملي. ما يمنعش اللي يطلع ادخله الفرن. دي الريش بتاعتي. بسرعة عشان الطاسة حامية اديها قلبة. انا بعلم الفراخ بتاعتي اهي. طيب دي الريش بتاعتي. مش هخلط دي مع دي لان ممكن طعم الفراخ بيختلف عن طعم اللحمه. الفراخ تكون زفره شويه عن اللحمه. نعم يا فندم. طب يا عم فاصل، يا عم اسامه فاصل. ماشي يا عم. يا عم اسامه اللي عمال بتاكل حمام وزرازير على البحر انت و... حبيبي حبيبي يا شيف والله. حمام ويمام وعصافير وبراحتكم. حبيبي يا شيف صباح الفل. صباح الفل. صباح يا عم رشاد. صباح الهنا على الحاج. يا رب بارك لك والحاج رشاد والحاج حمامه وكله بيصبح عليك. ربنا يخليهم لنا ويخليك لنا يا باشمهندس يا غالي. ربنا حبيبي حبيبي. هنشتغل على الفحم بتاعك النهارده ونلعلع على الدنيا اهو. يا رب بارك لك دايما، انت عامل احلى حاجه والله. حبيبي وابني حبيبي ابني باشمهندس. ربنا حبيبي حبيبي صباح يا صباح الهنا. كده يبقى احنا كده اول حاجتين. خلي بالكم انا ممكن يعني ممكن اعمل ايه؟ اخلي الصدمه دي اشيل بقى كل حاجه بتتوسخ من عندي.
كده حبيبي يا رسول الله، حبيبي يا سيدنا محمد. عايز فاصل يا فندم؟ حاضر يا فندم. عايز يا باشا اخد فاصل وارجع لك تاني؟ حاضر. اوعى تغير محطة ولا تروح في اي حتة. كده الصدوق على النار والريش، وادي اللحمه بتاعتي بفردها من ستيك كده حلوه عشان تستوي معايا بسرعه. هي حته لحمه مش عايزه واسطه، ده طريه زي الزبده. حته من الفليه اهي، زبده في الحل على النار عشان نعمل رز الخلطة برضو بطريقة حلوة وجميلة. حبيبي يا رسول الله، حلو الكلام ده كده اهو. نغسل الطبق زي ما قلت حضراتكم، تتبيلة كل حاجة على وحديها. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، الريش اهي ملعلطة، الشواية زي الفل، وادي كده السجق بتاعي. الله، برضو نفس القصة، ادي اللحمة. مين يا فن؟ ست نادية؟ السلام عليكم، ازيك يا سيف شربيني؟ ازيك يا ست نادية؟ ازيك يا سيف شربيني؟ ازي حضرتك؟ صباح الهنا عليك يا فندم. لو سمحت يا سيف شربيني، انا ليا طلب. خدامك يا فندم. ربنا يخليك، انا ست قاعدة ومعايا غير بنتي وعليا 2000 جنيه ديون ومش قادرة اسدهم، عايزة حد يساعدني يترحمني. عيني. ربنا يخليك. عيني. عيني. خد رقمها والنبي لو سمحت. في 2000 جنيه يا جماعه للحاجه اللي يقدر يساعد، احنا هندفعهم، هيدفعوا. فلو حد ان شاء الله يقدر يساعدنا في حاجه ونكمل معانا انا تحت امركم، عايز يكسب معانا ثواب انا تحت امركم. لكن عاجلا. نعم. طيب الخط قطع، اتكلمنا تاني ست الحاجه. اللي يقدر يساعدنا يا جماعه يا مرحبا. الست عليها 2000 جنيه مش كتير. اللي يقدر ربنا يكرمه ويقدر يساعدنا يا مرحبا. كده اهو، اذكر الله وصلى على الحبيب، اللهم صل على النبي. اهو بصبح على حبيبنا اللي على اللايف واقول لهم صباح الهنا وصباح كل حاجه حلوه في الدنيا، وانا معاكم طول الحلقه. اللي يطلب حاجه انا خدامه. اللي يطلب حاجه انا خدامه. مين يا فندم؟ حاضر يا فندم. ست العرايس عايزه تعرف حاجه البيتزا او عجينه البيتزا، مش عارف هي توضح لي بالظبط هي عايزه ايه. صوص البيتزا حاضر. كونكاسي كده ننظف صلصة البيتزا يا جماعة، نكتب معانا واحدة واحدة كده. أول حاجة
زيت زيتون، ثوم، طماطم، سكر، زعتر، ملح، فلفل. ده الصوص بتاعي. بعمل ايه؟ بجيب زيت زيتون على النار، اذكر الله، ايه فكر الحلو بيا. جات لك المقادير على الشاشه يا ست العرايس، اكتبي براحتك. طيب عدلهم اي حد طالب حاجه هنخدمينه. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بعدين بقى في مخرجنا بقى النهارده، وبعدين بقى في المعاكسه دي، ايه الحلاوه دي؟ ست الحاجه ام شريف، عامل ايه يا كبير؟ ست الحاجه صباح الهنا عليك يا ست الكل، حبيب قلبي الكبير سيد الناس. انت ست الكل يا ست. انت بقى بتقول ان ليه طلب عندي؟ انا ليا طلب والله يا ست البيني، ونفسي تعمله لي. اموري انت. انا عايزه اكلات الشرقيه، وانت يوم يكون لاكل الشرقيه، الاكلات الاصيله بتاعتهم، وكل اللهجه بتاعت الشرقيه طول الحلقه. ماشي؟ حاضر. طول الحلقه من عينيا. إيه ده؟ انا بقى مش الي دعوه، هعملك كل حاجه. انا مش الي دعوه يا حبيبي، انا مش الي صالح، انا هعملك كل حاجه. الشرطه والقناه والقائمين عليها، مش... ويا رب ما يحرمنا منك. مش هسيبك. وقفتك يا قدوه كبيره قوي. مش هسيبك الحلقه دي والله العظيم. حاضر على عيني، هعملك كل حاجه. نعم، هعمل لك كل اللي انت عايزاه. طيب المخرج هيبدا ايه يخبط معايا في الحلل، وانا مش عايز اخبط معاه، عشان ايه؟ هو من حدانه راخر، بس من اليمه التانيه، من غادي. ما احنا ولاد عم، صح انت بتقول فيها؟ هنا البصلايه بتاع الرز، الخلطه، نعمل حبه رز حلوين. قال لي انت وقتك بيضيع وقعد بتفرج علينا، اذكر الله وصلي على الحبيب. اهو شايف حته اللحمه اتعملت ازاي يا عمي؟ مش مستحمله الهوا الماشي، جوسي، لازم تكون جوسي. ها؟ يعني انت حسب الطلب اللي انت عايزه. لا يعني على حسب العزومه اللي حداك. دي النيله السوداء، ما هو كله من كلورا، مش مننا والله. لا والله ما هو مني، اقسم بالله ما مني. حسب الله ونعم الوكيل يا عم. ايوه عايزه غريب. يا حاضر. طيب يبقى كده هنعمل ايه؟ لحمتي اطلعها بيها كده، هي تتاكل كده، تتاكل لان فليه، لكن انا كده احطهم برضو اهو، لان لازم اسخنهم في الفرن عشان قبل مغرف ونشوف حالتنا. لان انا طبعا خلي بالكم ما احبش اللحمه تجيب الجوز بتاعها اهو. ناخد فاصل ونرجع لكم تاني، هنشوي الكبده، بعد كده نفوق للكفته وللرز، وكل حاجه هنعملها مع بعض. اقعد ورا المحطه ولا تروح في حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وده الجرنش بتاعي، الجرنتوره بتاعت ال هنا. الرز بتاعي حطيته على البصله معاه، ياخد بقى ايه؟ حبه بهارات، حبه قرفه، كزبره ناشفه، حبه هان مطحون، ملح وفلفل، وادي ميه بتغلي. ده الرز الخلطه بتاعي، لسه هنعمله الخلطه بتاعته اهو. طيب مغرب للشيطان. اذكر الله وصلى على النبي. كده نغطي، قوم بقى ايه، نيجي
على الهيرو. شايفين الخليط ده؟ شايفين اللي جوه ده؟ شايفين البهاريز ده؟ ماشي اهو. فين يا ابني بيت المكنه؟ فين يا ابني السلاح بتاع المكنه؟ يا رب يا مسهل. معايا ناس ما شاء الله عليها مخها ذكي جدا. يا كوشري هم لسه قايل لي كده. ولا انا اسمي كوشري يا ابني بقى. يا ابني فين الحاجه بتاع الخلاط يا ابني انت وهو؟ والله العظيم انتوا عايزين غير ضرب النار. بص يا عم الحاج احضرنا بقى. ده تفل البصل اهو عشان الكفته ما تقعش منك على النار. بصفي اهو اهو. تحط عليه شويه ملح وتسيبيها شويه وبعدين تصفيها. اهي بتقول الميه هرميها؟ لا مش هترميها، هنستخدمها مع بعض. يا نور. السلام عليكم. صباح النور يا ست نور. صباح الهنا يا ست نور. انا كنت طالبه منك حاجه. نعم امور يا نور. طيب كده هنا نشيل الطماطم دي. حبيبي يا رسول الله اهو. نخلي الباقي ده يتشمع براحته. طيب كده نخلي ده هنا كده. نيجي على الكفته بتاعتنا اهي. هنعمل منها كفته وطرب. كفته وطرب لازم عايزة تتبيله حلوه. طبعا حطينا تفل البصل. اللحمه دي بتبقى ملبسه يا جماعه يعني 75% ماده دهنيه. لا هي دي النيلة لسه هتودينا بيها دي. طيب كده الراجل ده عايز يحبسنا. ما هو ادي حبه بهارات، سبع حبوب، حبه فلفل اسود، حبه ملح. خلي بالك الملح بتاعك لازم يبقى عالي سنه، عالي سنه. شويه بهارات، سنه واحده قرفه مش كتير اهو. زي ما انتم شايفين كده الجمال ده والهنا ده من الولا ده. طيب بالظبط كده. يلا واللي يحبني ما يضربش نفرح. ماشي لازم كلها تلف مع بعضيها. نيجي هنا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد. نعم يا فندم. نور عايزه وصفه البشاميل والجمبري على عيني يا ست العرايس.
غالي والطلب رخيص يا ست الكل. والرز بالخلطه هنعمله لكم دلوقتي على الهواء اهو، على النار اهو شغال، وادي حبهان اهو انا سايبه اهو، ما مسكتش حاجه اهو. ايوه يا باشا. ها عد عليا عد. حاضر. مش لازم اديله، مش لازم اديله طماطم، عايز اديله حبه طماطم اديله. طيب كده هنا الكفته بتاعتي طلعت اهي يا محلى نورها. بقول لي الله الوكيل انا خايف اتفك منك على النار. ما عايز واحد يساعدني، هات لي واحد بس من الاعداد اللي عندك او حد من المخرجين. يا عم صلي على النبي، انت كنت عايزين تطلعوا الهوا. ماشي ماشي خليك فاكرها وانت تيجي تاكل حلقة حلقة على عيني. نرجع تاني بقى. مية البصل اهي، دوق دوق على الكلام. ربنا يكفينا شر مخرج يكون ظالم. ادي ايدي اهي كده، وبعدين هبسط لك الامور عشان ما تعرفيش تشيشي كده يعني تشكي. مش عارف اجيبها بقى. طيب هقول لكم على حاجه حلوه احسن من كده اهو. نعم حاضر يا فندم. هناخد فاصل بس لما اعمل دي كده قدام. نعم لا كده اهو، بصوا انبرناها كده اهي، وندخل فيها ايه؟ السيخ اهو، العصايه يبقى كده اهي، عشان ما تفضليش تتعبي نفسك. شفت يا باشا اهي. وبعد كده هنبصمها بايدينا عشان ما تبقاش ملتت كده، وايه شكلها مش عطيف ولا سياحي. حاضر يا فندم. هناخد بقى فاصل ونرجع لكم تاني، بس وعدوني لا تغيروا المحطه ولا تروحوا في اي حته. رجعنا بعد الفاصل وكده عملنا الكفته عندي اهي زي ما انتم شايفين حضراتكم. طبعا المخرج كان امله ان هي تعملني على النار، فطبعا الراجل ده. نخش بقى هنا عند هنا، خلي بالكم ميه بصل اهي. وادي اهو، وتقول لي رجع المنديل يا منديله كده. نقصت زي ما احنا عايزين. خلي بالك برضو احنا يعني ايه عايزين نعمل حاجات حلوة. نعم ايوه منديل الحب طرف عيني. اصحى بقى معايا. ايوه يا حلو انت يا حلو بتاع كفر الجبل. هنا بقى نيجي كده، احضرني يا باشا. ما اشتغلتش نقاش قبل كده؟ يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. عشان تلجت
بقول له ساعه كده هعمل فيها ايه؟ قال لي مش عارف. هوريك دلوقتي نعمل ايه. اخر ونايه اهي. عشان بقى نشيشهم او نشكهم مع بعض هيتهروا مني. اروح حاطط دول كده. ودول كده. عشان الاستوديو سائع. اسكت بقى. اسكت بقى اهو. الله 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 على صلاة النبي احسن. كده بقى لسه قدامنا الايه. يلا بقى نطلع بيه. نعم يا فندم. بص بقى عمل ايه. اصحى بقى اصحى بقى يا اخي. ادي حبه ميه بصل. السرنجه الثانيه. مية بصل. يا عم عم شريف النهارده شغلنا مكلف. كله بالصلاة على النبي يمشي معاك زي الفل. اصحى بقى وشوف الدنيا ماشية ازاي. يلا نشيل بقى كلها. نعم. يلا ناخد فاس ورجع لكم تاني عشان الزفه اللي انا عاملها دي مش عاجبه المخرج وزعلان مني وزعلان مني. هستاذنكم اخد فاس وارجع لكم تاني ولا غير المحطه واروح في حته. رجعنا بعد الفاصل. طب مين خد الساطور بتاعي اللي بشتغل بيه؟ لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب. عندنا الخلطه بتاعتنا يا جماعه. طاس على النار. الدونس بالشوكولاته القطر الندى بعت لنا على الصفحه بتاعتنا. عايزه تعرف الدونس بالشوكولاته على الهواء كده. الطاسه على النار. ونوره طلبت الجمبري والجمبري معانا على الشاشه اهو. ادي حبه زيت. ما بكترش زيت ياما. ادي الكبدايه بتاعت ايه الخروف. وادي مكرونه بشاميل كمان معانا كده. حته القلب دي عشان يبقى قلبي معاك ثانية بثانية. أهو. اصحى بقى يا والنبي. اصحى بقى والنبي عشان ما ننامش من بعض. شوف حتة اللية دي. هي ليا ولا ليك؟ أهي. وأدي الكبداية بتاع الخروف. انزل كده باللوز بتاعي. وادي الزبيب. you
عم عبد الحق ليه ما اتصلش النهارده؟ مشغول ولا ايه؟ اغرب بقى عشان المخرج شكله قلق من الكليه دي. بس الكليه دي اهي كليايه كدني كدني، ما تزعلش ما تكدنيش بقى اهو. اكل فرش منه فيه. ست ام سيد، الو الو، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته ست ام سيد. ايوه ام سهل ام سيد، ازيك يا سيف شربيني؟ نعم يا فندم. ازيك عامل ايه؟ في نعمه يا امي، ربنا يبارك لك يا سيف شربيني. صباح الهنا على عون حضرتك يا فندم. الاكلات اللي بتعملها للشرقيه كلها. الله يبارك في حضرتك يا فندم. انا من فجوس. تأمريني؟ الامر لله. انا لسه اكلمك والله من زمان. نعم يا فندم. بتابع اكلاتك كلها كلهتها يا شيخ سيف شربيني. صباح الهنا على عيون حضرتك يا فندم. امريني يا امي كده، هنا حته زبده، اشيل بقى كل حاجه من هنا عشان ايه؟ نتوكل على الله، نغرف بقى ونطلع حاجتنا من الفرن. طيب اهو اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. نعم. لا يا باشا كل حاجه جاهزه، ابص عليا اهو. الله 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 الله، بص بعينك وارحم بقلبك وصلي على الحبيب. نجيب بقى نغرف، نشيل بقى كل حاجه من هنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. مكسوسه طب دلوقتي انا عندي مشكله. ها؟ ما شربتش الشاي بتاعي. ايوه. ده الرز. الله. صل على الحبيب واشكر الله. النبي لو اوريك اللي في بالي قول يا ربنا يهدك اللي بتفكر فيا. حاضر. كفته زي الكاوتشا، زي الكاوتشا اللي بتقول لي هتعملنك. نحط بقى الكبده هنا بتاعت الخلطه دي. اللي بعده اهو احضرني يا استاذ. صلاة النبي، صلاة النبي. اتفضل يا باشا. لسه 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 بدري. الله الله يا بلادنا الله. حبة ملح، حبة فلفل، حبة رز،
الفيليه بتاعنا. الله. لا بغرف كل استوى. اهو اهو يا باشا اهو. يلا يا باشا. دلوقتي عم الحاج رشاد يقول لك كده بهمبك علينا والاكل ملوش طعم. اراهنك. وتعالى مش عاجبك تعالى دوق. بتشيكناية؟ اوعى. فيها ياما. يا حبيبي يا محمد. فين 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 فين؟ يا ابراهيم الحقني بشويه بقدونس مفروض من قوام عشان المخرج يتخانق معايا. اخر طبق اهو عشان المخرج ما يزعلش مني. اهو. نعم فندم. اخر حاجه ايه؟ البركه من عند الله. اوعى اوعى. قوم بقى يا سيدي. نعم عايز ايه طيب؟ لا يا عم هنا اللي تبسطه قبل كل شيء. هنا هنا يا ابن الحلال. كتر مال ومال عليا مال كده. خدت بالك بقى يا سيدي بعد ما عملنا كده قوم بقى ايه صلي على الحبيب. نبي لوريك اللي في بالي. عايز اشكر عمي شريف حسين واشكر كل الكاست اللي معايا. بس ارسلكوا دول على حده كده اهو عشان ما حدش يزعل مني. الله الله اللهم صل على النبي. حبظنا بزاز عبد العزيز واستاذ بابا الجاي اهو. طيب كده هنا عندي اول حاجه فراخ، تاني حاجه كباب، تالت حاجه كبده، سجق، كفته، ريش، وده الظالم ده الطرب. يا طرب يا حرب. اشكركم واشوفكم بكره على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.